السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على اشغال التراموي لمدينة مستغانم على مستوى القطب العمراني تاع خروبة، او المدينة الجديدة تاع خروبة. وهنا انا على مستوى المحول المقابل لكلية الطب الجديدة تاع مستغانم، وراح نشاهد جزء من كل الواجهة تاع كلية الطب هنايا. وهنا ثم ننتقل الى نشوف راح نخترق نقطع هنايا الطريق نتاع التراموي، ونشوف هنا على حسب توفر العمال هنا في على طول المسار نقدر نستنتج ان الاشغال هي بطيئة. ونشوف باللي رغم ان اتساع الطريق في الخط نتاع الطراموي ملتصق بالعمارات، ما كانش يا ربي لكن 4 ولا 5 أمتار على العمارات، رغم ان الطريق يعني عريض. يعني الملاحظة الثانية هي انه الغياب الاشجار التشجير، المفروض يعني التشجير كانوا يقدروا يعني يديروه في البداية باش يعطيو الوقت باش الاشجار هذيك تنمو وتكبر شوية، كي يفتح المشروع تكون هي الاشجار هذيك مثبتة وشادة روحها، ويعني باش يخلوها حتى لاخر يوم باش يبداو يغرسوا في الاشجار. وكذلك نشوف يعني الخط هذا رايح هنا تقريب على النهاية نتاعو بعد ما يخلصوا هذا الاحياء هذه اللي راهي الاحياء الجديدة هذه اللي رانا نشوفوا فيها. وان شاء الله يعني هي الفكرة جيدة اللي داروا الخط حتى المدينة الجديدة، كما في قسنطينة، كما في وهران، كما في الجزائر، امتداد الباب الزوار، سي علي منجلي، يعني في وهران داروه الجامعة، يعني الفكرة جيدة. وهنا نوصل حدود جامعة خروبة، جامعة القطب الحضاري خروبة، الجامعة هذه اللي هي عندها مدة ربما 10 سنوات ملي داروها، وكاين فيها بعض داروا لها ديزيكستونسيون، بعد طوروا بعض الأماكن هنا حول الجامعة وداروا مراكز، يعني داروا وين يعني وين مراكز تاع الإيواء تاع الطلبة هنا حول الجامعة. وهنا نشوف الخط مستمر وغياب التشجير. وهنا نوصل النهاية نتاع الخط. نروحوا المحول كاين تما رون بوان ونعاود نرجع. أترككم مع الصور ونتمنى لكم تكونوا بالصحة والهنا، والسلام عليكم.